أصبح رئيس الحكومة الفرنسي السابق فرانسوا فيون المحافظ جدا الأوفر حظا بالفوز في الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليمين، حيث أظهر فوزه المفاجئ في الدورة الأولى أن كل الاحتمالات مفتوحة للانتخابات الرئاسية عام 2017. وبعد أن ظل في أدنى سلم توقعات استطلاعات الرأي، حل هذا الرجل البالغ من العمر 62 عاماً ذو الملامح الرصينة في الطليعة الأحد بحصوله على 44% من الأصوات في مواجهة رئيس الوزراء السابق ألان جوبي الذي نال أقل من 29%. شعرنا بالفرح خصوصا بعدما حصلنا على هذه النتيجة، بينما كانت كل الاحتمالات ترجح أن يحصل فيون على المركز الثالث أو الرابع. كنت سعيدا جدا بما سمعت، سيصبح رئيسا للجمهورية. وألحق فيون الذي وعد ببديل كامل هزيمة مدوية بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي بعدما كان رئيس حكومته بين العام 2007 والعام 2012. وتقدم أيضا على ألان جوبي رئيس الوزراء في عهد الرئيس جاك شيراك من العام 1995 حتى العام 1997، والذي كانت تشير كل استطلاعات الرأي قبل الدورة الأولى إلى فوزه.